السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية شخص مريض في منام المرأة المتزوجة. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أن أحد جيرانها مريض وهي من ترعاه، دل ذلك على قلبها الرحيم ومراعاة حقوق جيرانها. وإذا رأت المتزوجة في منامها أن زوجها مريض وهي تتولى رعايته، دل ذلك على مروره بأزمات مادية ووقوفها بجانبه. إذا رأت المتزوجة شخص مريض في المنام وكان قريبا منها مثل الزوج أو الابن، فقد يعني ذلك أنها تتعلق به بشدة وتفضل دوما التواجد بجانبه حتى تطمئن عليه وتقوم برعاية شؤونه. وفي حال رؤية الزوجة أنها تعاني من مرض ما ولكن زوجها يتخلى عنها، فهو دلالة على سفر زوجها للخارج. رؤية المتزوجة شخص مريض وهو بالحقيقة معافى، فهو أحد الرؤى التي تترك انطباعا إيجابيا لدى الرائية، فهذا الحلم يحمل في طياته العديد من الدلالات الإيجابية سواء على المستوى الشخصي أو الأسري. فيمكن تفسير حلم رؤية المريض معافى في المنام إلى أنها سوف تتخطى المشاكل والصعوبات في حياتها. أيضا هناك مشكلة معينة تؤرقها في الواقع، وهذا الحلم يبشرها بقرب حلها واختفاء المتاعب والهموم. ويرتبط حلم شخص مريض وهو معافى بالحظ السعيد أيضا، فيمكن للمرأة المتزوجة أو الحامل أن تحظى بفرصة جديدة تحمل معها الخير والنجاح، سواء كان ذلك في مجال العمل أو في علاقتها الزوجية أو في حياتها الاجتماعية. ويمكن أن نلقي نظرة على بعض التفسيرات لرؤية المريض معافى بحسب الحالة الاجتماعية. إذا كانت المرأة متزوجة تعاني من مشاكل زوجية، يكون الحلم إشارة لحل المشاكل، أيضا استعادة استقرار العلاقة الزوجية، وضع الحامل لطفلها بدون أي مشاكل أو أمراض إذا كانت حامل. أما إذا كانت المتزوجة ترغب في الإنجاب، فيعد بشارة بقرب تحقيق حلمها. رؤية شخص أعرفه مريض بالسرطان في منام المتزوجة هي إشارة إيجابية إلى عقل هذه المرأة المتواجدة في الحلم وصحتها وعافيتها. رؤية شخص أعرفه مريض بالجلد فهي دلالة على رزق جيد سواء في العمل أو من خلال السفر. أيضا رؤية شخص أعرفه مريض بقوة وشدة فهو إشارة إلى معاناة هذه المرأة داخل حياتها. رؤية شخص أعرفه مريض بألم فهي إشارة لأمر سلبي، وأن صاحبة الرؤية قد تفقد والعياذ بالله عزيز عليها. رؤية شخص أعرفه مريض بأمراض أخرى فهي إشارة إيجابية لصاحبة الرؤية، فيدل على أخبار جيدة، والله أعلى وأعلم. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.